أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال. السائل يقول حفظكم الله: كيف يحقق المسلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك فرق بين التوحيد وتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أعلى درجة، يكون المسلم موحدا سالما من الشرك، لكنه لا يكون محققا للتوحيد إلا إذا ارتقى إلى هذه المرتبة، بأن يخلص من جميع الذنوب، من الشرك الأكبر والأصغر ومن الذنوب والمعاصي، ويتقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات، يترك المكروهات وحتى بعض المباحات من باب التورع. إذا وصل إلى هذه المرتبة فهو ممن حقق التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، تركوا المكروهات الكي ومن طلب الرقية، وتركوا المحرمات وهي الطيرة لأنها شرك، أم تقربوا إلى الله جل وعلا بهذا. فهؤلاء هم المقربون، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا لهذا، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأورد هذا الحديث وأورد الآية التي تلوناها. نعم.